إديسيون أسلوغية بريزنت عبد المجيد تبون. ولا يفوتني بهذه المناسبة السعيدة أن أتقدم لكم ولأشقائنا في دولة قطر بأحر التهاني وأصداقها على التنظيم المتميز لكأس العالم لكرة القدم لسنة 2022. استفدوا منا بزاف. تنظيم رائع من أروع ما يكون، عالمي. أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي. يشرف دولة قطر شقيقة ويشرف العالم العربي كذلك. أقوال خليهم يتكلموا. استفدوا منا بزاف. أبهرتم العالم أجمع ونجحتم في تقديم صورة مشرفة وتحقيق مكاسب عديدة تؤهل بلدكم لأن يتحول مستقبلا بفضل البنى التحتية الرائعة المشيدة في وقت قياسي إلى قطب عالمي. استفدوا منا بزاف. الباقي دروك كل ذي نعمة محسود مثل ما يقال. أنا اليوم نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له، المستوى اللي وصلت له قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه لملايير الأنظار من تفتى إلى قطر. اليوم شيء عظيم، تنظيم جيد لا غبار عليه. استفدوا منا بزاف. سركان بولايا السوداني بالقبلة والناس زفان عبيد فارس غيرهم الكثير ساهموا في هذا الإنجاز. حذري يعد تأهل المغرب إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022 سابقة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية والعربية، وهو ما منح المغرب شهرة عالمية وروج للبلاد كوجهة سياحية في مختلف أرجاء العالم، حتى أن عدد السياح الذين قصدوا المغرب في ديسمبر الماضي تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا. في شهر ديسمبر 2022 زاد عدد الوافدين بنسبة تفوق 12% مقارنة بشهر ديسمبر 2019 قبل جائحة كورونا. هذا رقم مهم جدا والزيادة كبيرة. لاحظنا تدفق السياح وهم يأتون بشكل أساسي من أوروبا، لكن المغرب يستقطب كذلك سياحا من جميع أنحاء العالم. وفقا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، أثار كأس العالم اهتماما كبيرا بالمغرب، ولا سيما في صفوف المشاهير وصناع الرأي الذين تحدثوا بشكل إيجابي عن البلاد، وهو ما أتاح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي للانفتاح على أسواق جديدة على غرار الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء. هناك سياح من جميع أنحاء العالم موجودون هنا في المغرب لأول مرة، مثل البرتغاليين والمكسيكيين، يريدون اكتشاف بلدنا وثقافتنا، يريدون رؤية فريق كرة القدم المغربي. لاعبو كرة القدم شجعوهم على اكتشاف المغرب. الحمد لله استرجعت النشاط ديالها، بفضل كذلك بزاف العوامل، من الناس اللي خدموا ديرون البيريود نتاع كوفيد كله هو في الاشهار السياحي، وكذلك الفريق الوطني المغربي اللي عطى واحد الصوره حسنه للمغرب. انا كان التزام بين الالتزامات نتاعي انني نحافظ على القدره الشرائيه نتاع المواطن. التعرفية مش باش نتشفى في الغير، ولكن صعب باش بعض الدول تأخذ المنهج هذه نتاع الجزائر، لأن ربما فيه إمكانيات أكثر من ما هي متوفرة عندهم. توقع البنك الدولي النمو السريع لاقتصاد المغرب خلال العام الجاري، وأضاف أن هذه الزيادة قد تصل إلى ما يزيد على 3%. توقعات إيجابية بتسارع وتيرة نمو الاقتصاد في المغرب.
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بسرعة على مدار العام الجاري إلى ما يزيد على 3%، مرجعا تلك الزيادة إلى انتعاش القطاع الزراعي. إذن البنك الدولي يتوقع نموا سريعا لاقتصاد المغرب خلال العام الجاري، كيف نفسر هذه التوقعات الإيجابية؟ أعتقد بأن البنك الدولي يبني توقعاته بتحقيق نسبة نمو تعادل 3.1% خلال سنة 2023 لمجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول هو أنه يعتمد على عودة للقطاع الأول. نتكلم اليوم عن القطاع الفلاحي، من المتوقع هذه السنة أن نحقق موسما فلاحيا متوسطا. الأمر الثاني الذي يعتمد عليه البنك الدولي هو أن اليوم هناك استقرار في أسعار المحروقات، بحيث أن اليوم نتكلم عن ما بين 85 دولار للبرميل النفط عكس السنة الماضية التي وصل فيها إلى أكثر من 120 دولار للبرميل. والأمر الثالث هو أن هناك قطاعات واعدة التي عاشت انتعاش اقتصادية خلال سنة 2022، ومن المتوقع أن تواصل هذه انتعاش خلال السنة الحالية. نتكلم عن قطاع السيارات، عن قطاع الطائرات، عن قطاع الفوسفات، عن المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى قطاع السياحي الذي عاد إلى مستواه الذي كان مع السنة المرجعية في سنة 2013، بالإضافة أن السنة الثالثة على التوالي عائدات مغاربة العالم وصلت لمستويات قياسية، وبالتالي فإن هذه القطاعات مجتمعة من شأنها أن تحقق نسبة النمو المتوقعة في 3% مع نهاية السنة الجارية. هذا من جهة. بالنسبة للمتحصل اليوم، بالنسبة للفائدة التي ستعود على المملكة المغربية اليوم، أظن بأن المملكة المغربية تعتبر اليوم من أكبر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية على الصعيد الإفريقي، لأن المؤسسات المالية الدولية اليوم قد تمكن المغرب من الحصول على خطوط ائتمانية بسقف أعلى مما كان تحصل عليه المملكة المغربية في السابق، وكذلك بتكلفة أقل خاصة على مستوى الفوائد، لأن المخاطر قلت وأن النظام المصرفي هو نظام شفاف وذو مصداقية. هذا على مستوى المؤسسات المالية المانحة الكبرى، وكذلك على مستوى المستثمرين الخواص. أيضا الشركات العابرة للقارات والشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في المغرب اليوم لديها من الضمانات ولديها من الشفافية ما يمكنها من القدوم إلى المغرب والاستثمار بكل أريحية كما نقول. وبالتالي أظن بأن الربح على المستوى الاستثمارات الخارجية والربح على مستوى التمويلات الخارجية المتأتية من المؤسسات العمومية قد يمكن المملكة المغربية من سيولة مالية إن ضخت في الاقتصاد الوطني أن تدفع باتجاه خلق مناصب جديدة للشغل وأن تفتح آفاق استثمارية جديدة، وبالتالي هذا كله قد ينعكس على نسب النمو ويعجل بخروج المغرب من الأزمة الراهنة. اليوم هناك منظومة كبيرة تمت مراجعتها. اليوم حين نتحدث عن الاستثمار في المغرب لا يمكن أن نستثني الحديث عن الميثاق الجديد للاستثمار. الميثاق الجديد للاستثمار هي منظومة قانونية متكاملة تحفيزية للمستثمرين وللشركات الراغبة في الاستثمار في المغرب، لأنها تضم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية الجديدة للاستثمار في المغرب، وكذلك تضم خارطة الطريق للتحفيزات الضريبية وخارطة الطريق أيضا للدعم الموجه لدعم الاستثمارات الراغبة في الاستقرار في المغرب. صعب باش بعض الدول تاخذ المنهجيه هذه نتاع الجزائر، لان ربما فيه امكانيات اكثر من ما هي متوفره عندهم. شاهدنا سيداتي وسادتي بالمباشر مراسيم تجربه صاروخ عاشوراء الغفال. من اليوم سياخذ المزاح بين الاحبه نكهه الكبريتي.